طبعا محكوم بها قبل سنة 19 مليون تونسي قلنا تسيبونا واحد يجيكم قلنا تسيبونا خلي الشعب يعيش غادي يستمتعون لكن تتحدي عشرونا واضح سي عباس شكرا شكرا لك. تليفون اخر عسلامة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا بك معنا. مرحبا بك سي تليلي نسمع فيك. بيك عايش. تفضل. اختي. هي. انا بدالك بك اقول السمحة اللي كنا ذكري نقروا فيها في الابتدائي. يقول لك من جالس العطار ونال عطره هو من جالس فحامنا للسعد هو احنا توم جنسيل الفحام احنا توا شاطر روسي عزيز عند هالمجموعة هالعصابة هذه اللي شدتها العصابة الفتاكة هالعصابة هذه لها كان مقاومة شرسة برك يا خير جنبوا فينا مش عارف انت كيف انت عم بديت هم كل شهر يقول لك نسلفوا للشعب 8 مليارات واش يخص بها هما راهم يسلفوا لهم هما يكذبوا على الشعب والله يكون يقولوا الشعب هما كان يخليه بات بلاش ولا هما ربما اي نمشوا نقدموا شويه وربما شنية الحلول احنا رانا واعيين كما تقول انت سي منوبي ستي سامحني احنا واعيين بكل ما يقع في البلاد ولكن احنا ديما نحاول نقدموا ونقدم الحلول ونقطع ربما الحلول الكفاءات في تونس موجودة اللي عندها قيمة العالم واللي تعرف كما يجبوه يعني موجودة وما يخلوهمش يجبوه كي كذيب اللي عنده فايدة ذاك ما يخليش كالساعة اللي بتجيه وكالاخر يجيه بس تاكل هذول هذي عصابة شديدة مش مخليين يقودوا تونس الحقيقيين اللي عندهم قيمة في العالم يحترمهم في العالم ويحترموهم شنو عصابات تحكم فينا؟ هذا نحن نتباكل نقولوا انت